هذا الفيديو سوف نستعرض الألعاب التي ستصدر في شهر فبراير. أهلا بكم في GameCom. Far Cry New Dawn هي لعبة جديدة في سلسلة Far Cry لكن بقليل من الاختلاف، فتدور أحداثها بعد 17 عام من قصة Far Cry 5 في عالم تدمر بسبب الحروب النووية. اللعبة تحدث في عالم Far Cry لكن تعتبر جزء منفصل، ومثل سابقتها فهي لعبة من المنظور الأول في عالم مفتوح، ويواجه اللاعب خطر التوأمتين ميكي ولو. اللعبة من نشر Ubisoft وستصدر في 15 من فبراير على المنصات الأساسية، ونظرا لأن Far Cry 5 صدرت في 2018 وهذه اللعبة ستصدر في 2019، فلا نعلم إذا كانت Ubisoft تنوي على إصدار سلسلة Far Cry سنويا مثل ما فعلت مع Assassin's Creed أم لا. Metro Exodus. لعبتي مترو ومترو لاست لايت من أفضل ألعاب الجيل القديم، الألعاب التي وضعت اللاعب في عالم تدمر تماما بسبب الحروب النووية، فقام الناس في روسيا بالعيش بداخل محطات مترو الأنفاق، وبسبب الإشاعات النووية تحولت بعض الكائنات في العالم السطحي وأصبحت وحوشا. ولعبة مترو أكسيدس ستكون مثل الأجزاء السابقة، سيقاتل فيها اللاعب العديد من المخلوقات المتحولة والعديد من الأخطار المختلفة في عالم مفتوح، وسيكون هناك اهتمام كبير بالقصة، وستصدر اللعبة في 22 من فبراير على المنصة الأساسية. The gods vanished. Anthem هي لعبة قادمة من استوديوهات بايوير المملوكة لشركة EA، وهي نفسها المطورة للعبة Mass Effect، وقد صدرت لهذه اللعبة نسخة ديمو منذ فترة قريبة، وقد وضحت تلك النسخة بعض أساسيات أسلوب اللعب، والذي كان مشابه جدا بأسلوب لعب Mass Effect، لكن ما يميز اللعبة هو إضافة البدل الحديدية التي تعطي للاعب قدرات خاصة مثل الطيران، لكن من العيوب المبدئية للعبة هو أنه يجب الاتصال بالإنترنت دائما لإمكانيات لعبها، كما أنه هناك احتماليات وجود نظام المايكرو ترانزاكشنز، وستصدر اللعبة في 22 من فبراير على المنصات الأساسية. The Occupation تدور أحداث اللعبة في أواخر الثمانينات، حيث يتحكم اللاعب بصحفي يحاول حل لغز غامض، ولكن لا تحتوي اللعبة على مؤشر للصحة، لأن اللعبة تعتمد على العد التنازلي وتعاقب اللاعب بخصم بعضا من وقته، فإذا تم القبض عليه ووضعه في الزنزانة يخسر حوالي 15 دقيقة من وقت اللعبة الأساسي الذي يحتاجه للوصول للهدف. اللعبة من تطوير White Paper Games وستصدر في 5 من فبراير على المنصات الأساسية. Ape Out هي لعبة مغامرة يتحكم فيها اللاعب بغوريلا تبحث عن حريتها فتهرب من الحبس وتحارب البشر الذين سلبوا منها حريتها. تعتمد اللعبة بشكل كبير على الإيقاع الموسيقي، فعندما يرمي اللاعب الأعداء في البيئة المحيطة ستصدر أصوات إيقاعية تتماشى مع الموسيقى الخلفية. اللعبة من نشر Devolver Digital وستصدر في 7 من فبراير على الحاسب الشخصي ونينتندو سويتش. City of Brass في مدينة تسمى بـ City of Brass يتحكم اللاعب ببطل يحمل سيف في يده اليمنى وصوت في يده اليسرى، مما يعطيه العديد من الاختيارات في قتل الأعداء، فعلى سبيل المثال يمكنه أن يسحب العدو بالصوت إليه ويضربه بالسيف. اللعبة لا تحتوي على قصة ولكن تحتوي على مراحل تنشأ أوتوماتيكيا فيها يحاول اللاعب النجاة وتطوير نفسه في عالم شبيه ومقتبس من أساطير ألف ليلة وليلة. اللعبة من صنع Uppercut Games وكانت في هيئة Early Access من قبل، لكن ستصدر في 8 من فبراير على بقية المنصات الأساسية ونينتندو Switch. Cunarium في لعبة Cunarium يتحكم اللاعب بفرانك جيلمان الذي يستيقظ في غرفة غامضة وحيدا وعليه أن يستكشف ماذا حدث. اللعبة من منظور الشخص الأول ومقتبسة من روايات H.P. Lovecraft المرعبة، وصدرت من قبل على الحاسب الشخصي في 2017 لكن ستصدر في 12 من فبراير على PlayStation 4 و Xbox One. Crackdown 3 لعبة Crackdown تعود بجزئها الثالث. سلسلة Crackdown هي ألعاب في عالم مفتوح تقع أحداثها في عالم مستقبلي، وما يميز جزئها الثالث هو القدرة على تدمير أي شيء، من حفر حفرة في الحائط لقنص الأعداء إلى تدمير مباني كاملة، وهذه الحرية في استخدام عالم اللعبة سيضيف الكثير من المتعة بالطبع. اللعبة من صنع سومو ديجيتال وستصدر في 15 من فبراير على الحاسب الشخصي و Xbox One.
build a bit more power. Jump Force. تدور أحداث اللعبة حول ظاهرة غريبة حدثت في عالمنا جعلت شخصيات المانجا ومسلسلات الأنمي الشهيرة يذهبون لكوكب الأرض. شخصيات مثل ناروتو ولوفي وجوكو، ويقوم اللاعب بصنع شخصية خاصة به ويقاتل بجانبهم. اللعبة من نشر باندي نامكو انترتينمنت، وستصدر في 15 من فبراير على المنصات الأساسية. أوريغامي شادو إديشن هي لعبة مغامرة وتسلل يتحكم فيها اللاعب بروح عادة للحياة مرة أخرى بسبب فتاة تريد من الروح إنقاذ الإمبراطورة، وعلى اللاعب أن يتخطى 13 مرحلة في عالم مفتوح لكي يصل إلى هدفه، ويجب أن يفعل ذلك قبل الصباح لأن ضوء النهار يقتله. اللعبة من نشر ماكسيمم جيمز، وصدرت من قبل في 2016 على المنصات الأساسية، لكن ستصدر في 22 من فبراير على نينتندو سويتش. Dirt Rally 2 هي لعبة سباقات تركز بشكل خاص على سباقات الرالي، حيث يتسابق اللاعبون في طرق من عدة بلاد مثل الأرجنتين وأستراليا ونيوزيلندا وبولندا وأمريكا. وصرحت كود ماسترز، الشركة المطورة للعبة، أنها سوف تكبر أكثر وأكثر عن طريق وضع خاصية تحميل المحتوى الإضافي، وسوف تحتوي اللعبة على نظام مناخ قوي ومحسن سوف يؤثر على ظروف السباق بكل تأكيد. وسوف تصدر اللعبة في 26 من فبراير على المنصات الأساسية. Ghost of a Tale. تدور أحداث اللعبة في القرون الوسطى في عالم فانتازيا غامض، ويتحكم اللاعب بفأر صغير يسمى تايلو الذي يحاول الهرب من السجن ويبحث عن حريته ويبدأ مغامرته الحقيقية. قام ليونيل جالت بالعمل على معظم اللعبة، وهو مشهور بمشاركته في أعمال مثل The Prince of Egypt و The Road to El Dorado. صدرت اللعبة من قبل على الحاسب الشخصي في مارس 2018، ولكن ستصدر في فبراير على PlayStation 4 و Xbox One. كانت هذه ألعاب شهر فبراير، ما رأيكم؟ ما هي اللعبة المتحمسون إليها؟ شاركونا بتعليقاتكم ولا تنسوا الاشتراك بقناة رقمي تي في.